يستذكر اليمني مشير فرحان بحسرة كيف بحث مطولا مع زوجته الحامل عن مستشفى لاستقبالها بعدما عانت من صعوبة في التنفس. أسعفت زوجتي بالقيس إلى المستشفى، يعني وكانت تشعر في ضغط تنفس وهي حاملة في شهر التاسع، يعني أسبوع أو على ما أعتقد أسبوع مدخلة في الشهر التاسع. رفضت 3 مستشفيات علاج بلقيس التي كانت في 31 من عمرها خشية أن تكون مصابة بفيروس كورونا. يعني أسعفتها للمستشفيات، فكل المستشفيات تم رفضي، تمام، 3 مستشفيات تمام تم رفضي استقبالي، يعني بحجة أنها يعني عندها ضعف التنفس وحاملة، يعني يقول لك صنفوها على أساس أنها كورونا. وتلخص قصة بلقيس حالة الخوف من فيروس كورونا التي تسود بين الأطباء في مستشفيات صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، حيث يتم رفض استقبال الحالات التي يشتبه بإصابتها بالوباء، وتفتقد هذه المستشفيات للوسائل الطبية اللازمة لعلاج المصابين بالفيروس، وغالبا ما تعاني من انقطاع في الكهرباء ونقص في أنابيب الأكسجين وسط حالة من عدم اليقين حيال كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها. بالأخير للأسف الشديد لا طلع لا كوفيد ولا كورونا، وعندها ضيق في التنفس والجنين ضغط على الرئة مما أدى إلى تمزق رئتها ويعني صعوبة في التنفس فيها. لا وبالأخير لا عملوا العملية أنقذوا الجنين ولا أنقذوا أمه، ماتت وهي الأم مع الجنين. ولا يعلن المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على غالبية مناطق شمال اليمن عن الإصابات في المناطق الخاضعة لسلطتهم، لكن الحديث عن وفيات في صنعاء بسبب الإصابة بالفيروس يزداد يوميا بعدما ارتفعت المعدلات في مناطق أخرى من البلد الغارق في الحرب، وخصوصا في الجنوب الخاضع لسلطة الحكومة المعترف بها دولياً.